بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله في الارضين عجل الله تعالى فرجه الشريف تقبل الله اعمالكم وصيامكم وقيامكم بحق محمد واله الطاهرين ونحن نلتقي في رحاب هذا الشهر الكريم ورحاب دعاء سيد الساجدين سلام الله عليه مع فقره جديده نستمع اليها معا بسم الله الرحمن الرحيم شهر الصيام وشهر الإسلام وشهر الطهور وشهر التمحيص وشهر القيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فأبان فضيلته على سائر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفورة والفضائل المشهورة فحرم فيما ما حل في غيره عظاما وحجر فيه المطاعم والمشارب اكراما وجعل له وقتا بينا لا يجيز جل وعز ان يقدم قبله ولا يقبل ان يؤخر عنه اجل في هذه الفقره التي استمعنا اليها يقول سلام الله عليه في هذه الفقره اشاره الى سته خصائص من خصائص هذا الشهر ثم يشير الإمام عليه السلام إلى فلسفة هذه الضيافة الإلهية، وثالثاً يشير إلى الحدود الزمنية لهذا الشهر، نقرأ هذه الفقرة ونستفيد هذه المطالب الثلاثة منها، قال: شهر الصيام، هذه الخصائص لشهر رمضان، وشهر الإسلام، وشهر الطهور، وشهر التمحيص، وشهر القيام، هذه ستة أمور. شهر القيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات، يعني إذا أضفنا نزول القرآن يكون الخصائص سبعة. وبينات من الهدى والفرقان، فأبان فضيلته، فأبان يعني فميز وبين فضيلته على سائر الشهور. أي جعل فضيلته بائنة وظاهرة بما جعل له من الحرمات الموفورة. كيف أبان وأظهر فضيلة هذا الشهر؟ بما بينه من حرمات هذا الشهر هذه الحرمات الموفورة وصفها الإمام والفضائل المشهورة، السبب الثاني لهذه الإبانة ولهذا الإظهار لفضله هو وجود الفضائل المشهورة في هذا الشهر. بناءً على ذلك بناءً على هذا هذه الفضائل وهذه الحرمات قال: فحرم فيه ما أحلَّ. في غيره اعظاما من باب الاعظام ومن باب التفخيم لهذا الشهر والاعزاز لهذا الشهر هذا المطلب الثاني وهو فلسفه هذا التعظيم هو وفلسفه حرمه هذه الامور لماذا الله حرم علينا هذه الامور هل الله سبحانه وتعالى يريد ان نكون جائعين في هذا الشهر نحن نتكلم نقول دائما نسمع في شهر رمضان انه أه شهر الضيافة الإلهية طيب نحن نعلم أن من يستضيف جماعة لا بد أن يكرمهم بأنواع الطعام والشراب هذه الضيافة البشرية عندنا لكن في الضيافة الإلهية الأمر مختلف الضيافة الإلهية ليس بأن يسقيه وأن يطعمه أحسن أنواع الأطعمة وإنما بالجوع هذه ضيافة معنوية لماذا؟ لأن هناك معادلة تقول انه اذا امتلات المعده قسى القلب، هذه معادله هذه موجوده واحنا نشوفها بالوجدان يعني نلمسها من خلال التجربه، الانسان عندما تكون معدته خفيفه يكون قلبه ارق، واذا كان قلبه ارق فحينئذ يكون اقرب الى البكاء، تنزل الدمعه بشكل طبيعي، ولكن اذا امتلات المعده قسى القلب واذا قسى القلب حينئذ امتنعت العين عن البكاء. فاذا هذه معادله بين القلب وبين معده الانسان، بين جوف الانسان اذا امتلا ولهذا ابغض الاشياء كما ورد في الاحاديث ابغض الاشياء الى الله سبحانه وتعالى هو جوف ممتلئ لانه ماذا؟ يبعده عن الله، يقسي القلب وحتى يؤثر على الادراك العقلي، يعني مو فقط على الشعور القلبي يكون القلب قاسيا لا حتى على الإدراك العقلي ولهذا إذا أصيب الإنسان بالبطنة فقد الفطنة يعني الفطنة يعني الإدراك والتعقل والفهم فمن أكل كثيرا هذا هم يأثر على استيعابه يأثر على إدراكه ولهذا المطالعة تكون الفهم فيها جدا قليل طبعا حالة الجوع أيضا مو مطلوبة بالنسبة إلى المطالعة وكذلك إلى دخول الحمام لا بد أن يكون الإنسان بين بين فإذا حالة الجوع إنما جعلت في هذا الشهر هي الضيافة وهي المأدبة من دون أن يكون هناك طعام وإنما هناك مائدة معنوية معنوية بالصوم معنوية بتلاوة القرآن بذكر الله بالتوجه القلبي وبسائر هذه الامور التي تربط الانسان البشري المادي آه المنتمي الى هذه الارض بالله سبحانه وتعالى، بالخالق سبحانه وتعالى. قال فحرم فيه في هذا الشهر ما احل في غيره لماذا؟ اعظاما، هذا التحريم لهذه المفطرات العشره والاحد عشر هو من باب الاعظام لهذا الشهر وحجر يعني منع. فيه المطاعم والمشارب اكراما. فاذا العله في هذا التج هذا مو الله يريد يجوعنا او يريد يعطشنا وانما يريد ان يقربنا. وخير ما يتقرب به الانسان الى الله سبحانه وتعالى وهو في هذه الحاله، في حاله العطش وفي حاله الجوع، وهذا امر يعني ملموس احنا في حياتنا، انا اضرب لك مثال لما انت تجي وصل صلاه الظهر مثلا عندما يقام أذان صلاة الظهر ويُرفع تكون حالتك أفضل من حالة أنه ماذا لو كنت قد تملأت من الطعام والشراب تكون المعدة في هذا الزمان عادة خالية قبل يعني موعد وجبة الغداء يكون الإنسان أرق قلبا كذلك في الصباح كذلك في الصباح تكون هذه الحالة موجودة قال وجعل له شهر رمضان هي النقطة الثالثة المطلب الثالث وهو الحدود الزمانية لشهر رمضان وجعل له وقتا بينا وهو الشهر العظيم، الشهر المبارك فمن شهد منكم الشهر فليصمه وجعل له وقتا بينا لا يجيز جل وعز ان يقدم قبله ولا يقبل ان يؤخر عنه يعني هذا وقت منضبط شلون الحج؟ ان الله سبحانه وتعالى ما يقبل الحج في شهر ربيع أو في شهر محرم لا إلى وقت وهو شهر ذي الحجة فهذه الحدود الزمانية هذه الحدود المكانية هذه تلك حدود الله فلا تعتدوها أو فلا تتعدوها هذه الحدود يعني منضبطة زمانا ومكانا أنه في شهر الحج زمانا ومكانا لازم يجتمعون في مكة ما يصير في طوال السنة كان من الممكن أنه في طوال السنة يجون وجبة وجبة وفريق فريق جماعة جماعة لماذا يريدهم في زمان واحد وفي مكان واحد هذا فيه فلسفه فيه فائده ليشهدوا منافع لهم في ايام الحج في مكان وفي زمان واحد فكذلك شهر رمضان له امد وزمان محدد لا بد ان يتقيد به الانسان الان لا بد ومن الحسن الان من المستحسن ان نقف عند بعض الروايات والنصوص التي تشير الى مساله الجوع وان حاله الجوع هي حاله مقربه الى الله سبحانه وتعالى، طبعا اشرت انه حاله الجوع يؤثر على عقل الانسان وعلى قلب الانسان، وهو الانسان بماذا انسان؟ ليس الانسان انسانا ب الجانب الحيواني لان الجانب الحيواني المعتمد على الاكل وعلى الشرب وباقي الغرائز وتلبيتها هذا موجود في سائر الحيوانات، هذا في قدر مشترك بين الانسان وبين الحيوان. انما الذي يميز انسانيه الانسان يعطي معنى وفحوى لانسانيه الانسان هو عقله. إدراكه هو هذه الدرة الثمينة من أعطيته العقل فأي شيء منعته أو حرمته ومن حرمته العقل فأي شيء أعطيته ملاك وميزان إنسانية الإنسان بهذا العقل هذا العقل لا يسقل إلا في حالة واحدة لا يكون يقظا ولا يكون في أتم يعني استعداده وقابليته إلا في حالة الجوع لأن هذه الأطعمة تولد بخارا هذا البخار يغطي الدماغ ويؤثر على دماغ الإنسان وعلى فكر الإنسان ولهذا الفطنة تمنع البطن عفوا تمنع من الفطنة كما في مضمون الأحاديث هذا واحد وثانيا يقس القلب أيضا القلب هو الشيء تلك الفطرة أو ذلك الوجدان والشعور الوجداني والارتكازي الموجود في كيان كل انسان هذا القلب ايضا ماذا يكون قاسيا هذا في الدنيا في الاخره ايضا عندنا وارد احاديث انه حاله الشبع في الحقيقه تطيل حساب الانسان في الاخره في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انه من قل اكله صفى فكره شوف تأثير الأكل على الفكر. ومن قلّ أكله قلّ حسابه في الآخرة. وفي حديث آخر من كثر طعمه من كثر طعمه سقم بطنه وقسى قلبه. البسوا وكلوا واشربوا في في إنصاف. يعني الأكل والشراب كلوا واشربوا ولا تسرفوا. من كثر تسبيحه وتمجيده وقل طعامه وشرابه ومنامه اشتاقته الملائكه، اصلا الملائكه تشتاق الى الانسان الذي يقلل مطعمه، يقلل كلامه، يقلل نومه اذا اراد الله سبحانه صلاح عبده الهمه قله الكلام وقله الطعام وقله المنام، هذه الامور الثلاثه هذا المثلث اذا راعاه الانسان قله المنام وقله الطعام وقله الكرام الكلام هذا في الحقيقه يفتح عليه ابواب الملكوت. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على انفسنا وان يوفقنا لصيام هذا الشهر الكريم وقيامه بمحمد واله الطاهرين. يا عظيم يا جليل ارحم <سؤال> <الرحام> العبد الذليل، يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل يل تركته وما <التركت> تركني، يلي أقرب ليا مني تركته <التركني> <التركت> اتركني يلي اقرا لي مني اي ساع بحيب ذنوبي ربي غفران عني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب قبل أن نتناول ونستعرض الأحاديث والنصوص الواردة في هذا الموضوع أي ذمي حالة الشبع والتحفيز على حالة الجوع نذكر أمراً وهو أن مسألة هذه الوجبات الثلاثة هذا الأمر ليس بأمر مستحسن وإنما من الناحية الصحية الثابت صحياً وعلمياً وطبياً وحتى شرعياً هو وجود وجبتين فقط، وجبه الصباح ووجبه العشاء، هاتان الوجبتان هما اللتان من خلالهما يستقيم مزاج الانسان وصحه الانسان وسلامه الانسان، ولكن الشيء الواقع هو وجود وجبه في الوسط، وقد ورد في ذمها انه هذه الوجبه الاكل ما بين الاكلتين هذه هي التي تفسد على الانسان صحته وسلامته، ولهذا في الاخره حسب الظاهر انه طعامهم غدوة وعشيّا، يعني صباحا ومساء. فإذا هذا النظام الغذائي المتبع الان عندنا والمعروف هو نظام ليس بصحيح وليس بمقوم لصحة الانسان. ولهذا ورد انه ليس صحه الانسان بكثره الطعام، هذا هذه فكره خاطئه انه كل ما الانسان اكل اكثر يكون اقرب الى الصحه والى السلام، ولهذا يقول صلى الله عليه واله الامام امير المؤمنين عليه السلام قله الغذاء اكرم للنفس وادوم للصحه. ليس كثره الطعام هي التي تقوي البدن. الطعام اللازم والواجب بالمقدار الضروري هذا هو الذي يحفظ ماذا؟ سلامة الإنسان، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، هذا المطلوب. وأما ما هو أكثر من ذلك فهو ماذا؟ فهو مفسدة. قال أمير المؤمنين: قلة الغذاء أكرم للنفس وأدوم للصحة. وعنه عليه السلام قال من قلّ طعامه قلّت آلامه. كثير من هذه الأمراض والآلام التي نشكو منها هي من المعده فان المعده هي بيت الداء. وعنه قال من قل اكله صفى فكره. فاذا كثره الطعام مفسده للبدن. قله الطعام يؤثر على صفاء الفكر والعقل. وعنه صلى الله عليه واله عن الرسول الاعظم قال من قل اكله قل حسابه هذا في الاثر والفائده الاخرويه، فاذا هناك فوائد دنيويه لقله الطعام وهناك فوائد اخرويه لماذا يقل حسابه لانه بالنتيجه لا يسال انه من اين جئت بهذا وكيف اكتسبته وكيف اكلته من اين جئت به يقل حسابه حينئذ واضح الامر وقال ايضا عليه السلام من قل طعمه صح بطنه وصفى قلبه ومن كثر طعمه يعني طعامه سقم بطنه وقسى قلبه كما قلنا يؤثر على قسوة القلب وفي الحديث عنه صلى الله عليه واله قال <applause> البسوا وكلوا واشربوا في انصاف اشارة الى قوله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا يقال انه هناك كان طبيب نصراني في المدينة المنورة هذا جاء بخدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مودعا للرسول قال يا رسول الله ماكو ما مرض في هذه المدينة أنا بعد ليش باقي فقال النبي لأنه نحن نتبع هذه القاعدة كلوا واشربوا ولا تسرفوا فما يصير عندنا مرض من كثر تسبيحه عن النبي صلى الله عليه وآله من كثر تسبيحه وتمجيده وقل طعامه وشرابه ومنامه اشتاقته الملائكة يعني اشتاقت له الملائكه، يعني الذي يقل طعامه مو فقط انه يصفو فكره وعقله او يلين قلبه، وانما حتى الملائكه تشتاق له. وعن امير المؤمنين سلام الله عليه، قال اذا اراد الله سبحانه صلاح عبده، انظر الى دقه هذا الحديث، الهمه قله الكلام، هذا الهام، الهام يعني ماذا؟ يعني توفيق من الله تسديد المؤمن كما يقول الإمام الجواد يحتاج إلى ثلاث واحدة منها ماذا توفيق من ربه عبر عنه الإمام بالإلهام ألهمه قلة الكلام وقلة الطعام وقلة المنام قلة الكلام لماذا قلة الكلام هذا إلى ربط بماذا بالعقل لأن الإنسان إذا قلل من كلامه يعطي لنفسه فرصة ماذا فرصة التفكير أما إذا صار مهذارا في الكلام مكثرا في الكلام يتكلم كثير حينئذ فرصة التفكير صار عنده قليلة فلهذا العقل عنده يصير ضعيف فإذا صمت الإنسان صار عنده فرصة إلى التأمل إلى التفكر فإذا قلة الكلام تؤثر على الجانب العقلي قلة الطعام أيضا تؤثر إيجابيا على الجانب العقلي يعني تقوي الجانب العقلي عند الإنسان وكذلك قلة المنام، فهذه الامور الثلاثة تؤثر سلبا او ايجابا. وعنه عليه السلام قلة الاكل من العفاف وكثرته من الاسراف. وقال ايضا كثرة الاكل والنوم يفسدان النفس ويجلبان المضرة، وهذه في الحقيقة وللاسف الشديد من المظاهر والحالات الموجودة في حياتنا كثيرا، يعني مسألة كثرة الطعام والشره في الطعام، وللأسف الشديد أنه في شهر رمضان ربما الإنسان يتناول يكون يعني ولعه بالأكل والشرب خصوصا بعد الإفطار، يكون أكثر من باقي الشهور، يعني وكأنه يريد أن يعوض. في حال أنه إذا أراد أن يعوض فإنه سوف ماذا؟ يبتلى بالكسل، بالكسل عن العبادة. لانه ليالي شهر رمضان اخواني واخواتي هي ليالي مغتنمه، هذه فرص تمر مر السحاب. فاذا ثقل من ناحيه الاكل ولهذا مر في يوم من الايام كما في الحديث ابليس على يحيى سلام الله عليه، نبي الله يحيى فساله يعني عما يصلحه، قال له انه اذا انت اكثرت الطعام والشراب احنا نكسلك عن الصلاه وعن الذكر. احنا نكسلك يعني الشياطين موجوده فالشيطان حينئذ يوسوس للإنسان في المزيد والإكثار من الطعام والشراب فحينئذ يشغله عن ذكر الله فإذا لا يكون عندنا هذا يعني الفكره الخاطئه انه اتملى من الطعام ومن الشراب ليلا حتى اتقوى ماذا؟ نهارا لا الأمر مبني على الاعتدال خير الأمور أوسطها من كثر أكله قلت صحته وثقلت على نفسه مؤونته كثرة الأكل من الشره والشره شر العيوب ليس أشر ليس شيء أضر لقلب المؤمن قلب المؤمن جدا حساس بهالأمور هذه من كثرة الأكل وهي مورثة كثرة الأكل لشيئين الأول قسوة القلب الثاني هيجان الشهوة هذا أيضا عامل آخر لأن الإنسان إذا جاع حينئذ تضعف أعضاؤه، يضعف بدنه، يميل إلى الضعف، يميل إلى الفتور، فحينئذ لا تهيج به الشهوة، ولهذا ينصح العلماء والفقهاء بأن الشاب الذي لا يستطيع أن يتزوج عليه بأمرين يؤثران على إخماد الشهوة، الأول هو الصيام، يوصون أنه يصوم. والشيء الثاني إطالة الشعر، فإن في إطالة الشعر هذا يؤثر على خمود هذه الغريزة. فإذا الامتلاء من الطعام هذا بالعكس هم يقسي القلب وهم يهيج الشهوة عند الإنسان. أخيرا أختم بهذا الحديث النبوي قال لا تميت القلوب بكثرة الطعام والشراب فإن القلب يموت كالزرع إذا كثر عليه الماء. النبي يضرب هذا المثال. كيف ان الزرع اذا تطي الماء باعتدال وبقانون هذا الزرع ينتج ولكن اذا زدت عليه الماء يجي النتيجه أن ماذا؟ عكسا وليس بالشيء المطلوب فاذا كل شيء لابد ان يكون باعتدال نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون معتدلين في هذه الامور لان هذه الامور تؤثر ونحن يعني نبتلى بهذه القضية في كل يوم وفي كل ليلة مسألة الإكثار من الطعام والشراب خصوصا في عصرنا عصرنا الذي توجد فيه مسألة البرادات والثلاجات يعني الثلاجة ما شاء الله كل شيء فيها موجود هذا في الزمان القديم ما كان موجود ولهذا كانوا أقرب إلى الله لأن حالة الجوع كانت موجودة في عصرنا هذه البرادات وإن كان لها يعني عامل إيجابي وأثر إيجابي ولكن أيضا فيه هذه الآثار السلبيه يعني طريقه تعاملنا مع هذه البراده والا البراده هي لا ذنب لها على كل حال نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا بما يعين الصالحين على انفسهم بحق محمد واله الطاهرين